طبعا جوانب متعدده في هذه في هذا الحادث الاليم حقيقه، واللي اصبح هو طبعا قضيه راي عام، لان تعرف جنابك في القانون، في القانون العقوبات، في القانون الجنائي، الموظف لا يمثل فقط نفسه بل يمثل الدوله، يمثل العلم، فعندما يكون هناك اعتداء عليه يتشدد القانون في العقوبة. التكييف القانوني، الوصف القانوني لهذه الحادثة هو المادة 406 واحد على هاء، اللي هو القتل مع سبق الإصرار والترصد، ويعني عندما ترتكب الجريمة على موظف أو مكلف بخدمة عامة تكون الإعدام، هذا أولا. والسرعة اللي يعني انتهجتها محكمة التحقيق تحسب لها حقيقة، لأنه العدالة السريعة مطلوبة وتطبيق القانون السريع في مثل هكذا جرائم هو مطلوب، هذا ثانيا. النقطة الثالثة، سؤالك للأستاذ عن المفرزة التي هربت، طبعا يطبق عليها قانون قوى الأمن الداخلي المادة 30 التي تعاقب أيضا هي بالحبس لمدة سنة إذا ترك الموظفون أو المكلفون بحماية مكان أو أشخاص مكانهم وفروا، وشاهدنا في الفيديو اللي عرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف يعني هم فروا من مكان الحادث، هاي نقطة أيضا. نقطة أخرى مهمة أستاذنا، يعني تطبيقا على التجاوزات يوجد القرار 154 لسنة 2001 والأساتذة يعرفوه، هو يكون برئاسة مدير الدائرة الإدارية أو الوحدة الإدارية، وهو معني برفع التجاوزات. طبعا نتمنى أيضا التوعية للناس بهذا الخصوص. نقطة أخيرة أستاذنا حتى ما أخذ وقتك، أنا أتساءل هنا يعني عن هذه الأريحية اللي أطلق بها الرصاص هذا المجرم، هذه السادية، هذا البرود. كلنا نعرف أنه الجريمة عندما ترتكب في الأسواق خصوصا على الموظفين يعني لا يحمل الشخص السلاح، لكن هذا الشخص يعني أتحدث عن الجهات الداعمة، الجهات الممولة، الجهات المحرضة، هذا الشيء هو المهم جدا أنا برأيي اللي يحتاج إلى أن يكشف. شخص يطلق الرصاص على يعني موظف بدرجة عالية بهذه السادية، بهذه النزعة الجرمية كما يسميه القانون الجنائي، هذا يعني تساؤلات حقيقة تحتاج أن تكشف.